عزوز بيرحب الساده الركاب وبيتمنى لكم رحله سعيده وزي الفل. كابتن عزوز متشيك لابس بدله وكاب ومعانا مضيفه وخدمه نظيفه وجرب كل عزوز، خريج معهد الطيران بتقدير عام ضغط جيم. اوكي يا كابتن، خبرنا شوية عن شركة الطيران الجديدة اللي افتحتها. انا بعون الله اقتحمت مجال الطيران لحل مشكلة المواصلات والنقل في مصر عن طريق شركتي، شركة عزوز اير، ومعايا احدث طيارة الفريرة 3-5. وبعدين طيارتي دي بر جوية تحت مائية وسرعتها تساوي سرعة الصوت، بس لما يبقى مبحوح شوية واقف في الحر في زحمة اكتوبر اتصل بينا ناخدك هيلا هوب نحتفل في مارينا. لو فاتك فيلم تايتانيك اتش دي اتصل بينا ناخدك هيلا هوب نغرقك. لو عفش بيتك عايز تنقله من السطوح اتصل بينا ننقلهولك هيلا هوب من غير ما تدوخ. شي سبيسيال على الاخر عهالمعدل بدك تيار مغوار. وانت شايفاني قدامك حمار؟ ده انا عزوز اللي يطير وقت ما يعوز، يضرب شقلباص في الهوا وفي البحر يغوص. يلا واحد شرم، يلا ابو الكباتن واحد شرم، يلا يا جدعان يلا واحد شرم، فاضل نفر شرم ما تخلص بقى ابو الكباتن. الله عندنا رحله ومتاخرين. ايوه يا كابتن، ايوه يا مدام، يلا يا مدام واحد شرم، واحد شرم ابو الكباتن. ايوه اربعه ورا والنبي الله يخليك، اربعه ورا، دير الطياره واسع يا باشا. يلا يا حضرات لملي يا ابني الاجره كلكم مع بعض كده، واقسم بالله اللي هيفتح الشباك هعوره. يلا واحد شرم، واحد شرم، الاجره مع بعض يا اخواننا. يا لهوي، دول قراصنه الكاريبي دول ولا ايه؟ كاريبي مين بس يا نعناع؟ ده احنا في فرقه المحموديه. انت البطل عزوز، انا جاي لك اكلفك بمهمه مستحيله، بس انا عارف انك قدها. ابوس ايديك اعملها لحسن اترفد من شغلي، انا رئيس مجلس اداره محترم. ايه ده؟ ده طلع عبيط. بتقول ايه؟ لا ابدا، ده بيقول على سعادتك عبيط بس.
نركز في المهمة شوية بقى ولا انزل؟ أنا عايزكم تنقلوا تمثال ترمس باشا الجد الأكبر لملاك الشركة اللي أنا بشتغل فيها. وعمل إيه ترمس ده يا أخويا؟ ده عمل أمجاد عظيمة معظمة جدا، بس الحقيقة أنا مش عارف أي حاجة عظيمة من العظمات الكتير اللي عملها عظمته. عظيم عظيم طبعا، إحنا موافقين. يا رب يكون الواد هيصة ربط التمثال كويس، مش عارف مش راضي يترفع ليه. انتش الاولاني وكارك هترفع معاك، اسمع مني. انتش اقسم بالله انت اخرك تباع على توك توك عم سيد. اقول له هيصة يليط عليه بمية وصابون وهو هيتسلت معاها على طول. يا رب سلتني من الفريرة دي على خير. مية مية يا نجم نجوم العالم، مية مية. ركز معايا بقى، ركز. أيوة، رد عجلك كله. أيوة، كله لجوه. حد يسكت الغبي ده. خلي بالك يا كابتنة، انت داخل على منطقة عشوائية. بيت خالتي رجاء اهو، اركن والنبي عايزة اديها الشراب بتاعها والجمعية. جمعية ايه دلوقتي يا نعناع؟ هلا انا مش عارف يا جمعية الرفق بالحيوان تايها عنك فين. بس خلي بالك على التوت، خلي بالك، رحنا في داهية. يا نهار أبيض، ده اللي اتبقى من التمثال. طب وهنعمل ايه دلوقتي يا جماعة؟ ده سراج بيه مستنين. وانتوا عاملين قصة ليه؟ هي التماثيل دي بتتباع فين؟ في جهاز العروسين مع لوازم النيش. انت مجنونة؟ التماثيل دي ما بتتباعش، بتتنحت. خلاص يبقى نشوف بتتنحت بايه وننحته. انتوا مفكرين يا جماعة ان النحت ده بالسهل؟ ده علم لازم يتذاكر. بيكاسو هو لاعب كرة قدم برازيلي وعاشق للبن البرازيلي. لا يا فندم، ربع ساعة، ربع بس. شالوا وحطوا كله على دي اهو. هيصة هو الموديل. لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال، لروح لأول واحد احتجت له في سؤال. احتجت له في سؤال. يا سلام، احتجت له في سؤال. الله الله عليك يا ضعيصة. تمن ساعة وأكون عندك. بس أنا سمعت عن ترمس باشا كده كلام يعني ما ريحنيش. بيقولوا يا سيدي إن مناخيره كانت كبيرة. إيه؟ ما كانتش كبيرة؟ كانت عظيمة؟ وريني العظمة بقى يا دي يا هيصة. لا مش شايفها، وريني العظمة بقى. قال له أنت بتتكسف مني يا دي يا هيصة؟ وريني عظمتك كده عادي. ما توريها له وخلصنا بقى. يا اوعى كده، اوعى يا وشعره كان طويل، كان عظيم برضو شعره. طيب يا فندم، واضح انها مكالمه غير مثمره. مع الف سلامه. مع السلامه بقى، علشان انا داخل على لجنه. بص، عايز وشك فوق ومناخيرك تحت، وفرد لي ترهلاتك شويه. اقول لك اقطع دراع هيصة اليمين يا عم سيد علشان العجوه مش مكفيه. العجوه اللي بنعمل بيها التمثال خلصت. يوه، روحنا في داهيه. انا ما عملتش غير نص التمثال وفاضل تسع ساعه. لازم نتصرف يا جماعه. عشر ساعه، عشر بس. طب فهمتوا ثانيه؟ طيب
ركز يا عزوز، ركز. سراج بيه معاك، عاوز يكلمك. انت اتأخرت كده ليه يا عزوز؟ خلي بالك وانت بتنزله، لو اتكسر معناش نجيب غيره. مش معقول اللي بيحصل ده يا عزوز، خلصنا بقى، انا جهت. يا جماعة انا مش عارف، جاتلي رهبة كده فجأة وافتكرت طنط اعتماد وهي بتقول لي يا فاشل وانا باكل البسلة. انا فاشل يا عم سيد؟ انا فاشل؟ لا يا عزوز، انت مش فاشل، انت جميل يا حبيبي. طنط اعتماد هي اللي بسلتها وحشة. امشي يا بسلة، امشي يا وحشة، امشي عنه. يعني انا ناجح صح؟ لا يا عزوز، انت مش ناجح، انت جميل يا حبيبي. يلا بقى ورينا مين هيقعد التمثال النوتي ده على القعدة بتاعته. مين؟ انا مش ممكن، تحفة فنية. مبروك يا فندم على التحفة الفنية دي، مين المبدع اللي صممه؟ عاوز أقولك إنه من تصميمي وإبداعي. النحات قعد جنبي كده وأنا اللي كنت بمليه يعمل إيه، وديكي شايفة النتيجة، تمثال في كل الفوائد الغذائية. إحنا ما نبخلش على ترمز باشا بحاجة أبداً. أحب أخد كلمة من البطل كابتن الطيارة اللي نقلت التمثال. واجهت صعوبات يا بطل في نقل التمثال؟ طبعا يا فندم، طبعا التمثال ده خد مننا 6 دست، عم سيد كان 4 وزبطنا التمثال ب2. اسكت خالص. بنشكر طاقم الطائرة الأبطال، وبنشكر السيد رئيس مجلس الإدارة. يلا بقى عشان عاملة لكم بسلة، والنعمة استخسرتها في التمثال. لا بسلة، لا يا عم سيد، لا بسلة، لا.